في الحقيقة هذا المؤتمر هو أنا أرى أنه يعني جمع كل العلماء يعني من كل المناطق الكرة الأرضية لدراسة هذه المشكلة التي موجودة اليوم، عدم التفاهم والكراهية والعدوان وكذا. ومثل هذه المؤتمرات تعطي لرجال الدين عموما وللشعب عامة يعني الطرق التي تدعو الناس إلى الأخوة والسلام والعيش بالسلام يعني بالأخوة. وفي الحقيقة كما ذكرتم ديننا الحنيف الإسلام هو مليء بدعوة إلى الحوار والتفاهم. هذا المؤتمر كان يحمل عنوان الحوار بين الحضارات والثقافات، هذا الحوار الذي أطلقه الله سبحانه وتبارك وتعالى حينما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فجعل الله تبارك وتعالى الحكمة من تنوع الشعوب والقبائل والأفكار والثقافات حتى يصبح هنالك تعارف وتآلف وتعاون بين البشر على اختلاف ثقافاتهم واختلاف ألوانهم وأجناسهم وأفكارهم ودياناتهم. التعارف هذا غاية الخليقة. الله تعالى يقول: إنا خلقنا يا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، يعني مختلفين. لماذا جعلناكم؟ لم يكن شعبا واحدا ولا قبيلة واحدة. لماذا؟ حتى يتم بينكم التعارف والتآلف والتآخي والتراحم، حتى تقيموا هذه الحياة التي تعمر الكون، حتى تعيشوا سعداء. الله عز وجل أراد لنا السعادة، أراد لنا أن نحيا لا أن نموت، أراد لنا أن نتعاون لا أن نتقاتل ونتدابر. هذا هو منهج الإسلام، وهذه رسالة عالمية دعا إليها الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.